الكتاب والسنة. قلت الله ما كيداش أنا. قلت لي كلشي حال فمه. بدايوك مرة. هكيفاش هلجينا هكذا. خير الله خير الله خير ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راه معايا خوتي واحد الفلاح كبير. ولكن اليوم طلب الله يسر والله يسهل. الله وعسى خوتي وأصدقاء ديالي المتابعون. ها؟ وكل مشاهد الكريم يعملوا يعني يعملوا بهاد الاستفادة. أبقاو يدوخونا ولا؟ أبقاو كما كيقول لي واحد كيقول لي أبقاو يدوخونا هذاك موالين اللي حولي أبقاو يدوخونا شنو يدوخو فيك أصاحبي. اللهم بارك. أول نقطة نتكلموا فيها. أسمع يا حبيبي. الزيتون الأحمر. الزيتون الأحمر. كيف داير وجه أحمر؟ الزيتون الأحمر. كيفاش كيعملوا له باش كيردوه أحمر؟ إوا هذا سؤال خصك تفكر فيه وتقلب. وهاد النساء ديالنا كيعجبهم الزيتون الأحمر، الزيتونة الحمراء. ما كنلقاوها مخضرا بها ولا هادي. ما يمكنلاش تولي حمراء. الحل الوحيد باش تولي حمراء يغشيوها في الماء القاطع. راه معانا صاحب القضية في الطاقية هو هنايا. وا الشريفة. وا ميمتي. كما يقول خاي البداوي. وا المرا. المرضية. آه عزيزة. وا المرضية. الشريفة. تحياتي لخويا مصطفى البداوي. الصديق ديالنا الحبيب. الله يحفظك. الله يتقبل. هنيئا لك المرشد ديالنا. المرشد لمدينة القصر الكبير. مرحبا. الله إلا شرف لينا بك خاي مصطفى. اسمعي يا الشريفة. المرضية. أنا نتكلم معك مزيان. الزيتونة هذه باش تولي حمراء باش تخضري باش تولي حمراء. الحل الوحيد باش تولي خضراء خصك تتخشيها في الماء القاطع حمراء. عفوا يا ديك واش فهمتوني؟ وحنا كنسموها السرطان ما السرطان والله يبعد علينا البلا. ايوا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ايوا الانسان يرد باله. شوف اش كتاكل شكون اش كتشرب. ردوا بالكم عباد الله وتهلاو في هذا الهيكل الجسدي الدنيوي. وحيت راه امانه هذا الجسد راه امانه خصنا نردوا الامانه الى اهلها. راه الانسان ملي خصو يرجع عند ربي العالمين خصو يرد الامانه كما يعني كما ينبغي. مفهوم؟ ودابا بغيت نقول لكم على شريت الزيتون. انا شريت هذه البركه هذه كل سوق كنشريو انا وداك الشيء يعني انا اللهم بارك. دابا هذا غنخشيوه في الخنشه. لا وهذا بوحدو. هذا بوحدو. هذا خصنا نقول لك حل صاحبي. باغي يقول لك هذاك ماشي بحال الزيتون البيض هذاك. الزيتون البيض؟ واش عرفتي سبحان الله؟ هذاك الزيتون البيض، هذاك اسيدي الزيتون كيتشلخ بالبوس. ها انا كنشلخ انا خدام ها. شلخيه شلخيه. ها هو هي مشلخ. ها انا. شلخ ماشي هذاك غنشلخ، شلخ الخضار. تا هذا؟ الخضار اللي كيتشلخ ماشي هذا. ها هو بسم الله. شلخ هذا. والحمار هذا ما كيتشلخش؟ هذاك لا، شلخ هذا الخضار. ها هو بسم الله. ها هي شلخيه. ملي كنشلخوه كنخشيو في البوديزات 5 يترو. واخا ملي كنخشيو في البوديزات 5 يترو كندير له الماء. شوف مزيان هيدا؟ مزيان بحال هكا هكا كيدير. الله اكبر. ايه يا امي حدايا انا كنشلخوه. نعم. كنديروه في البوديزات 5 يترو. نعم. وكنكبو عليه الماء. نعم. وملي كيقرب يطيب كنديروا له شويه الملحه والليمون. الله اكبر. دي العمليه باش كيولي كطيب بيض. اش غيساعد وكتعرف كتعرف اش كتاكل بعدا وكتعرف فهمتي؟ اه الزيتون هذاك طبيعي الزيتون. اجي باش الزيتون الحمر ماشي طبيعي. دابا الطبيعي مازال الزيتون يكون فيه ملعوب يكون شي دابا اي زيتون ما يقدر يكون ملعوب. الزيتون اللي كيكون فيه في البرامل هذاك كيكون في الماء ديال الصودا هذاك هذاك فيه مضره. يا رب السلام. هذا الزيتون طبيعي. يا رب السلام. لا يرقبون كما قال الله تعالى في القران الكريم لا يرقبون في مؤمنين الا ولا ذمه. شحال الناس ولا الله سروالك يحيدوه لك الشريف بربي العالمين كنتكلم معاك ولكن رد بالك اصاحبي شوف اش كتاكل طبيعي. ايوا هاد النساء ديالنا اش كيديروا في هاد الدار تحركوا معنا شويه خدموا معنا الله يرحم الوالدين. ها كلشي معلب كلشي مقولب بربي العالمين واللي ما بانو خصوها الفلوس نعطيوها مثال. انا عندي مخبازه عندي مخبازه كنخبز مثلا كندير 10 الخناشي كيعطيوني مثلا 1000 خبزه 10 الخناشي مثلا هذا مثلا 10 الخناشي ديال الطحين كيعطيوني 1000 خبزه. جا عندي واحد مطوار
قال لي الهبيل الحماق اش كدير اش كدير؟ نقول له شنو هو؟ قال له كنشري الطحين كدا فهمتي خمسة دخلت شي يعطوني 1000 خبزة. قال لي لا صاحبي وانا بالطريقة ديالي الطريقة الشيطانية وها جوج خناشي هنخرج لك 1000 خبزة. وهادي ماشي مزيانة اي واحد كيبغي هادي شحال كتهزو من الخنشة وثلاثة دخناشي انا كنت كنضرب 1000 خبزة بشحال من الخنشة خمسة دخناشي. جا واحد صورة ابليس جا عندي قال لي اش كدير اصاحبي انا بالطريقة ديالي ها جوج دخناشي عطيك 1000 خبزة وشوف شحال يدقنا واش اعزكم والله يبولنا بهداك العجين ولا ماشي بعيد اصاحبي هذا الواقع اصاحبي شنو اقسم بالله كاين الناس والله العظيم اقسم بالله انا عاود بالله اخي سعيد عنده فهمتي اذبح اعطيه باباو فهمتي ولا اعطيه الباباو اعطيه الباباو مره قصتي يا خو ما تصنص كانوا شي ناس كي هما بداو يقاكو كيخبزوا الخبز كيخبزوا الخبز نعم وملي دار داك الشيء في دوك الطحان اللي كطحان كبيره شي فيران خرجوا من ديك العواد الله الله كيجيو تخشوا ديك هذيك هي تخضر الله قسم صنع علم علم الشيء قال لنا بلا الفيران تخشاو تخلطت تخلطت شنو غنديروا قال له طحانه وخشي كلشي العافيه وكلشي كيطهر كلشي العافيه كطهر قسم بالله طهر وعاود مدي بالعرض الباطي عاود له العرض الباطي فهمتي يا عبد لا لا افهم فهمو بالنسبه للزيتون العمليه ولات كدير عمليه الزيتون ديال الطبيعي دابا انت كتشلخو خي سعيد بحال الامارات اللي بغات باش المرض والاطباء خدامين والاطباء خدامين يشوفوا في عباد الله صاحبي لا اسمع الاطباء كيديروا الاسباب ديالهم والله يسهل عليهم لا كنتكلموا على مثلا الزيتون الموضوع ديال الزيتون نعم موضوع الزيتون خصنا ناكلوا زيتون طبيعي الله اكبر ما يكونش فيه الصودا الله اكبر الصودا خطيره هذه يا بسم الله الزيتون الطبيعي هو هذا الله انا وهذه راه ولا فيها الليو هذه بيده ولا فيها الليو خلينا نغدو ديال الاخرانيه والله العظيم غير كلشي ثاني لا سعيد حتى شي بلاك يديروا فهمتي لا بالنسبه للزيتون الناس تاخذ الزيتون الطبيعي الطبيعي هو هذا تسمع صاحبي السرطان السرطان صاحبي الله يبارك عليا السرطان واش كيديروا راه ماشي المشكل ديال اول شيء السرطان عاد الخرقوم اللي دابا في الكاريط راه ما صالحش ها خرقوا من اللي في الكاري كيتباع ب 10 دراهم ديالو ب 10 دراهم هذاك راه خاطئ خاصك طيب خرقوم طبيعي ديال العود اللي تطحن عود خرقوم واش خاصك تسات كلشي تخيسات فيه الليو الناس راه ما كتخافش من ربي اصاحبي اسمح لي اسمح لي ماشي عطري وقال لك انا سمعت واحد قال لك هذاك الحمراء اللي كتاكلو قال لك هاك سمعوا انهم فشي مصيبه ولا مرة. ها حمراء كتطحن مزيان الحمراء ما دير لك والو الان الحمراء الناس ما خاطرين في الحمراء كطيب قال لك يخلطوها بشي حاجه ولا بشي مصيبه الطياب دابا حاليا كطيب كيطيبوا بالخرقوم كيطيبوا بالسكنجبير والبزار صافي هذا الطياب اللي كاين خرقوم سكنجبير والبزار مشكله صاحبي والله ولينا نخافوا صح والله العظيم واش هذا داك الشيء المعلبات ما صحاش صاحبي اصعب شيء يلا طفي الله يرحم الوالدين ردوا البال وليداتكم اهليكم سنة روح قوش ها شتو ها عطيه واحد المدرسي عطيه طبيعي يا صاحبي الطبيعي كاين الطبيعي صفر ستة كاين الطبيعي خير موجود خير موجود اللهم بارك وزيد في ذلك انا خدام انا خدام اخو سياد صفر ستة انا والله يسلم خدام انا 93 الزيتون اللي كتقطع شوف 52 واش حاجه كديرها بيدك بيدك يا ديك مخبز تخرق كطبيعي والله يا ودي لا انت كنت كتسمع صافي الله يا ودي اخويا عاود ضحكوا علينا دابا السطا شحال سيرتي ها عمر شينا ب 6 درهم كيلو انت شحال سيرتي كتسول 6 درهم كيلو هذا مشري هذا الزيتون هذا واش هذا غالي يا 6 درهم والاخر كحال حتى هو ب 6 درهم دابا داك السما الكيلو ماشي السطار هذا شي واحد من هادي احسن هاد الماكله سالي ماشي ديال الطحينه هذا وانا عرفت هاد الماكله هاد الماكله شريتها شويه من مكه الاسد غالي ماشي مشكل سوبر زيتون 4 درهم ونص الله اكبر حتى 5 درهم اذا بزيد من درهم ايه باش عرفت صافي ماشي مشكل لا لا غير قلت شي سوبر 6 درهم تجاوب من المحل
لا السوق ديالنا صاحبي اليوم آه حنا بحال بحال عامر تقريبا اللهم بارك اللهم بارك ردوا البال الله يرحمني ردوا البال ردوا البال السلام عليكم خليني نتكلم في التليفون تبارك الله عليكم الله يرحم والديكم شكرا لكم